أحبتي في المسيح، مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من المجلة السعودية. اليوم حيكون عندنا فقرات متنوعة وحنناقش موضوع الطهارة بين الإسلام والمسيحية. خليكم معنا عشان تعرفوا الجواب. أحبتي المشاهدين، أرحب بكم بفقرة جديدة من أسئلة المسلمين الشائعة، واليوم حنتدارس سوية موضوع الوضوء بين الإسلام والمسيحية. لما كنت مسلم بالسابق كنت أحسب نفسي أني أطهر من المسيحي واليهودي والبوذي وكل الناس، لأني أتوضأ 5 مرات في اليوم، وأن المسيحيين لما يصلون ما يتوضون. لكن الحقيقة هي أن الوضوء طقس وما له دخل بالنظافة والطهارة، بدليل أنك لما تتوضأ وأنت لابس حذاء تمسح الأعلى ومش الأسفل. ولو كان الأمر يتعلق بالنظافة لمسحت الأسفل لأنه معرض للقاذورات، صح ولا لا؟ وهم بعد تلاقي المسلم حتى لو تروش بالماء والصابون والشامبو فلا بد أن يتوضأ أيضا قبل الصلاة. إذن الأمر طقس وما له علاقة بالطهارة، لا من قريب ولا من بعيد. وكمان خروج الريح يعتبر من نواقض الوضوء. والسؤال هو، هل خروج الريح ينجس الوجه واليدين والفم علشان تعيد الوضوء؟ واضح ان الوضوء امر طقسي وما له علاقة بالطهارة. وازيدك من الشعر بيت، الوضوء ما يتطلب من المسلم غسل الجسم كله، فالطهارة الوضوء امر ناقص لانه لا يغطي كامل الجسم. هذا نهيك على ان بديل الوضوء هو التيمم بالتراب. فهل التراب اللي تستخدمه الحيوانات والبسس والقطط لإخفاء فضلاتها يعتبر طاهر؟ طيب، واحد منكم ممكن يقول لي يا دكتور كلامك منطقي ويدخل العقل، بس إيش هي الطهارة الحقيقية؟ الحق معك، من حقك تسأل، ومن حقك علي إني أقرأ وأبحث وادور لك الجواب واعطيك. زي ما قلت لك، الوضوء ما يقدر يطهر كل جسمك، بل ما يقدر يطهرك من الداخل. الطهارة الحقيقية تجي من الداخل، علشان كده قال المسيح طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله، متى 5:8. علشان تجي وتصلي وتكون في محضر الله أنت محتاج تتطهر من جوا مش من برا. أنا ما أقصد أنك تهمل النظافة الخارجية، ما أقصد أنك تهمل الاستحمام واستخدام الشامبو والصابون وغيره. هذه كلها أمور جميلة ومحببة للنفس البشرية، لكن مقابلتك مع الله تحتاج أكبر من هذا كتير. أنت تحتاج النقاء الداخلي عشان تقابل ربنا. المسيح قال ردا على بعض اليهود لما سألوه ليش تلاميذك ما يتمسكون بالطقوس الدينية من وضوء وغسل يد قبل الأكل وغيرها، فكان رد المسيح عليهم وقال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج، وأما ما يخرج من الفم
فمن القلب يصدر، وذلك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان. وأما الأكل بأيدي غير مغسولة فلا تنجس الإنسان. متى 15 الآيات 11 إلى 20. خلاصة الكلام، أنت محتاج للطهارة من الداخل علشان تقابل ربنا. أما الطهارة الخارجية فهي أمر طبيعي يفعلها الإنسان المتمدن وما يحتاج إلى أي طقس أو تعاليم دينية. ولو كان مقياس الطهارة بالنظافة لقلنا إن كثير من الغربيين والملحدين والوثنيين أطهر من المسلمين، لأنهم يتروشون كل يوم، وبعضهم يتروش مرتين أو ثلاثة في اليوم. لكن المسيح يبي يرتفع بك لشيء عالي. المسيح يبيك تسلمه حياتك وتعطيه الفرصة علشان يطهرك من جوه. والنظافة الداخلية بالتأكيد حتنعكس على الخارج، ويكون كل شيء فيك طاهر لما يكون المسيح هو قائد حياتك. أصلي من أجل أنك تقبل المسيح، تقبل يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك، وتكون طاهر بالمسيح يسوع. آمين. فكرك بفوق بفوق، لا تفكر بدنيتك، واملى قلبك بشوق بشوق لربي نعمتك. خلي فكرك بفوق بفوق، لا تفكر بدنيتك، واملى قلبك بشوق بشوق لربي نعمتك. لا تنشغل بالنميمة، بالحكم والإدانة، حكمة الله عظيمة، لا لا تاخذ مكانه. لا تنشغل بالنميمة، بالحكم والإدانة، حكمة الله عظيمة، لا لا تاخذ مكانه. خلي خلاصك، خلي خلاصك كل همك وشغلتك، خلي فكرك بفوق، خلي فكرك بفوق. عنك الغرور وتوضع ترتفع، كون ملح ونور الكل بك ينتفع. خلي عنك الغرور وتوضع ترتفع، كون ملح ونور الكل بك ينتفع. يا تبارك من بركتك، خلي فكرك بفوق، خلي فكرك بفوق، خلي فكرك بفوق بفوق. لا تفكر بدنيتك، واملى قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك. خلي فكرك بفوق بفوق، لا تفكر بدنيتك، قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك.
المسيح والخير دوم عمل. ضميرك يستريح والصعب لك يا سهل. عيش مثل المسيح والخير دوم عمل. ضميرك يستريح والصعب لك يا سهل. بقدرته مو قدرتك خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق بفوق. لا تفكر بدنيتك واملى قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك. خلي فكرك بفوق بفوق. لا تفكر بدنيتك واملى قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك. بس بالروح أغلب اللذات تلقى همومك تروح. انسى حب الذات واهتم بس بالروح. واغلب اللذات تلقى همومك تروح. تعدي غيرك فرحتك. خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق بفوق. لا تفكر بدنيتك واملى قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك. خلي فكرك بفوق بفوق. لا تفكر بدنيتك واملى قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك. لا تنشغل بالنميمة بل حكم والإدانة. حكمة الله عظيمة. لا لا تاخذ مكانه. لا 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 تنشغل بالنميمة بالحكم والإدانة. حكمة الله عظيمة. لا لا تاخذ مكانك. وخلي خلاصك. خلي خلاصك كل همك وشغلتك. خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق. أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. تعتبر فكرة تجسد الله أكبر عائق عند المسلمين في قبول بشارة السيد المسيح، ويعتبرونها إهانة للذات الإلهية. فالتجسد لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو منزه عن مجانسة أو مشابهة مخلوقاته. فالإسلام يرفض فكرة تجسد الله بأي حال من الأحوال،
وبصراحة أنا ما أعرف أي سبب يمنع الله من التجسد في صورة إنسان إلا فكرة المسلمين أنفسهم في رافض التجسد. فإذا كانت الملائكة والشياطين وبحسب المفهوم الإسلامي تقدر تتجسد وتتعامل مع الناس بصورة بشر، فكيف الله نفسه ما يقدر؟ فنشوف المسيحية متصالحة مع الحقيقة وعارف قوة الله ومحبته الغير محدودة، فعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أما أخواننا المسلمين فيرفضون بشدة فكرة التجسد، فالله غير محدود ولا يليق فيه التشبيه التشبه بمخلوقاته، علما أن القرآن والسنة فيهم الكثير من الأدلة الواضحة والدامغة على تجسد الله وتشبهه بالبشر. فالقرآن يذكر إن لله صوت بشري تكلم به مع موسى، فالآية تقول وكلم موسى تكليما، بل ناداه من جانب الطور الأيمن، والنداء هنا يعني الصوت العالي المرتفع. وبنفس الصوت الله نادى آدم في الجنة وتكلم معاه، فهل الله هنا ما تشبه بمخلوقاته؟ طيب، كلم الله موسى بصوت بشري ودار بينهم حوار وكان الله موجود في نفس المكان والزمان مع موسى، والدليل كلام الله له إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني وجود الله في المكان قدسه. فهل كان الله موجود ومحدود في مكان تواجده مع موسى بس وباقي الكون ما كان له إله ولا رب؟ طيب، تذكر قصة الإسراء والمعراج، إن النبي كان يروح ويجي بين الله وموسى رايح جاي، فهل هذا يعني إن الله كان محدود في مكان معين بس؟ وهل هذا يتناقض مع طبيعة الله وقدراته؟ طبعا لا، فالله قادر على كل شيء سبحانه، كما يذكر القرآن إن لله ساق يكشف عنها يوم القيامة، فالآية تقول واليوم ويوم يكشف عن الساق ويوم يكشف عن الساق. وفي حديث عن أبو سعيد الخدري قال سمعت النبي يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. ويذكر القرآن والأحاديث الصحيحة إن لله وجه ينظر له أهل الجنة عيانا بيانا كوضوح الشمس، وجه الله الباقي بعد زوال كل الأشياء، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهم نشوف إن لله يد، يد يمنى وأصابع يقبض الله بها الأرض، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالجبل دك وذاب في الأرض وخر موسى صعقا عندما تجلى من الله جزء صغير بمقدار خنصر، مثل ما تذكر لنا جميع الأحاديث والتفاسير الصحيحة. ونفهم بعد من بعض الآيات إن لله عرش، فتقول الآية ثم استوى على العرش، وفي ثانية تقول الرحمن على العرش استوى، ويوصف العرش بأن له قوائم وأعمدة، يستند النبي موسى على واحد منها يوم القيامة بعد صعق الناس. وأكيد كلنا نعرف إن لله كرسي، فهو موطأ قدميه مثل ما يؤكد كل المفسرين، مكان الكرسي فوق السماء وتحت العرش. وتقدرون ترجعون للتفاسير وبحثوا عن الآية اللي تقول وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا حابين تتأكدون من كلامي. فهل هذا يعني إن استواء الله على العرش يحد الله في مكان وجوده بس؟ أو هل لله جسد عشان يجلس على كرسي؟ وعلى فكرة
ترى مش بس الصفات البشرية أو الجسدية وحدها اللي تشبه فيها في القرآن، اللي تشبه الله فيها في القرآن، لكن هم ينسب لله مشاعر إنسانية مثل الغضب والكره والبغض. فالقرآن يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور، وإن الله لا يحب الفرحين ولا يحب المستكبرين، وإن الله يحب الصابرين والمحسنين والمقسطين. ونشوف إن لله أسلوب وسلوك بشري، يضحك ويتفاخر ويتباهى ويمكر وينتقم ويكيد ويعادي. وبعد كل ذا الكلام نقول إن الله لا يتجسد، ونكفر أي إنسان يقبل بفكرة التجسد، ونبيح دمه وماله وعرضه. فإذا كان الله عندنا له صوت ووجه ويد وأصابع ورأس ومشاعر وساق وكرسي، أجل شو اللي باقي؟ يكره ويحقد ويمكر وينتقم، وكل هذا عادي وما فيه أي مشكلة. أما يتجسد ويحب ويخلص ويفدي، فهذا مرفوض وكفر وصفات لا تليق بالله سبحانه. أعزائي المشاهدين، لا يقلل من قدسية الله أن يتجسد، لا ينقص من كماله أن يكون على صورتنا ومثالنا، لا يؤثر في قداسته أن يعيش بيننا، لكن لا يليق بالله أن يكون غدار مكار منتقم جبار متجبر، لا يليق بالله أن يكون ظالم أو طلاب دم، لا يليق بالله أن يغصب الناس عليه وهو العزيز. أرجوكم حاولوا تعرفون ربكم زين وتأكدوا منه، ترى احتمال وارد جدا تكتشفون أن التجسد أرحم بكثير من صفات ما تعرفونها عن إلهكم. وفي ختام كلامنا الودي، أتمنى لكم أسبوع جميل وموفق، وفرصة جديدة تتعرفون فيها على السيد المسيح. وفي أمان الله، والله يرعاكم. شكرا. الرب راعيني فما أحتاج إلى شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه هادية يقودني، ينعش نفسي ويرشدني إلى طرق البر إكرام لاسمه. حتى إذا اجتست وادي ظلال الموت ما أخاف شر لأنك معي، عصاك وعكازك هم معي يشددون عزيمتي. تبسط قدامي مأدبة على مرأة من أعدائي، مسحت بالزيت راسي وأفضت كاسي، إنما خير ورحمة يتبعوني طوال حياتي، ويكون بيت الرب مسكن لي مدى الأيام. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى فقرة الاختبارات، واليوم وصلنا اختبار من الأخ رشيد من سوريا، وهو يقول: أنا سوري وعمري 24 سنة ومتزوج. لقد تقابلت مع المسيح وعمري 10 سنوات في مدارس الأحد في أحد الكنائس، ومنت بالمسيح عن عمر 15 سنة، لأن المسيح ذهب بدل مني للصليب كحمل وديع
يعطيني الحياة الأبدية ويدخلني إلى ملكوته. في عمر 18 بدأت أواجه التحديات والاضطهادات من أقرب الناس لي، وتم ضربي مرارا، وأصبحت أصلي للمسيح بالسر في غرفتي. ذهبت إلى السعودية بغرض العمل، ولكن الوضع هناك أصعب ومر، فالإسلام المتجدد هناك والناس لا يؤمنون بأن المسيح صلب، ولا يعرفون ما يقرؤون، وصفون المسيحيين بالكفار ويجب قتلهم. لم أستسلم كل هذه الهجمات، بل ازداد إيماني بمخلصي يسوع المسيح، وأخبرت زوجتي بإيماني وأشكر الرب عليها. هذا اختبار مزدوج شكله. وأشكر الرب عليها لأنها هي أيضا قبلت الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتها. أمين، هللويا. وتعهدنا سويا أن نخدم الرب يسوع المسيح طول حياتنا. سافرنا إلى لبنان وتعمدنا هناك. صلوا من أجلنا، ولو سمحت ارسل لي أرقام أشخاص مسيحيين ثقة لكي نتواصل معهم من أجل التلمذة. نصلي من أجلكم، ونصلي أن الرب يسوع المسيح يستخدم هذا الاختبار من أجل خلاص النفوس بالمسيح يسوع. تحياتي لجميع الإخوة والأخوات في المسيح. آمين. الرب يباركك يا أخي الغالي را من سوريا. ونقول ارسل لنا أرقام تلفونك، تواصل معنا، وإحنا إن شاء الله نشوف ناس مؤمنين مسيحيين وتتلمزوا مع بعض وتتعلموا مع بعض. فالرب يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر لمجد اسمه. وأنا مبسوط جدا أنه الرب استخدمك لخلاص زوجتك أيضا، وهذه الأسرة تكون لبنة لمجتمع كبير باسم يسوع المسيح. آمين. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وبشوق إلى لقياكم في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.